ومن معرض البحرين الدولي للدفاع 2017 ينضم إلينا موفد مركز الأخبار الزميل صالح يوسف. صالح، لو تضعنا في أجواء المعرض الهام وأبرز المشاركين فيه. نعم، من مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث اليوم هو افتتاح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 الذي يقام في الفترة من 16 حتى 18 من أكتوبر الجاري. ما لفت انتباهي حقيقة هو الكم الكبير المتواجد هنا من الجهات العسكرية العارضة من مختلف الدول العربية والإسلامية، وما لفت انتباهي أيضا هو الصناعات العربية العسكرية التي يفتخر بها المواطن البحريني. بالنسبة للزوار، هناك مؤشرات كانت تنبئ بوجود أو بتوقع وجود 3000 زائر، لكن الكم الكبير منذ الصباح والإقبال الملحوظ في هذا المكان ينبئ أن المؤشرات ستكون أكثر من 3000 زائر في هذا المكان. للحديث أكثر حول الجهات العسكرية العارضة في هذا المكان، معي العقيد عبد الله النعيمي من مركز البحرين الدولي للمعارض وممثل قوة دفاع البحرين، ليتكلم عن مشاركة الجهة العسكرية التي يمثلها. أرحب فيكم في الجناح الخاص بسلاح الجو الملكي البحريني. احنا مشاركين في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 2017 بمشاركة مميزة. شاركنا بآليتين، الآليتين ولله الحمد وتوجيهات من سيدي صاحب المعالي القائد العام وتوجيهات سيدي سعادة رئيس الأركان وسيدي قائد سلاح الجو الملكي البحريني، ان احنا نشارك بالآليات هذه اللي احنا اشتغلنا عليها وابتكرناها، وطبعا وصلت حق مرحلة والحمد لله لقيت يعني مرحلة وايد متقدمة، ولقيت دعم ومشاهدة كبيرة جدا خلال زيارة الزوار من صباح هذا اليوم إلى هذا الوقت. فالآليات اللي احنا مشاركين فيها بسلاح الجو الملكي البحريني آليتين، آلية للإنقاذ وآلية أخرى للمراقبة الأمامية ونقل الكيناين. نعم، من مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، هذا ما لدينا حاليا، إليكم الكلمة. لك صالح ولضيفك الكريم من معرض البحرين الدولي للدفاع 2017، كان معنا موفد مركز الأخبار الزميل صالح يوسف، شكرا جزيلا لك.